كما قلنا اليوم ان شاء الله راح نشوفوا بوت بروسيس. اوكي، والبوت بروسيس قبل ان نحكيوا على البوت بروسيس لازم واحد يكون عنده ايدي على ماتيريال قدر، بيسك كي نحكيوا على ديماراج تاع المارشي نحكيوا على ماتيريال. هاد كي ديماري لا ماشين صاي كلشي راهو بيان، يبقى فريمون بير مون سيستم. واش لازم واحد يعرف؟ يعرف الهاردوير، الهاردوير كاش راهو يجيرا في لو مومون دو انيسياليزاسيون. الوغ الهاردوير هنا كاين دو تكنولوجي لي مشهورين. لا تكنولوجي الاولى ميكرو بروغرام سي لو بيوس، وكاين دوزيام اي اف. كنا شفنا في لي زوتر الحصص اللي فاتوا باللي البيوس عنده ليميتاسيون، حكينا على واحد ليميتاسيون غير هكذا، وقلنا باللي غادي نرجعوا لهم اون ديتاي في وقتهم. اليوم جا وقتهم راح نحكيوا على البيوس. البيوس عنده ليميتاسيون الاولى الكبيره انه يت اكزيكوتا سور ان اركيتكتور 16 بي، ان بروسيسور 16 بي. وهذا واش يؤدي؟ يؤدي انه لونفيرونمون ديكزيكسيون تاعو ما يديباسيش 1 ميجا. كي ما يديباسيش 1 ميجا واش معناتها؟ معناتها ما يقدرش يلونسي بليزيور اوبيراسيون اونسومبل اون باراليل. وهذا يفورسي البيوس باش لينيساليزاسيون تاع الماتريال تكون ديريكتومون سيكونسيال وحده بوحده. وهنا ديماراج نتاع لا ماشين يكون اثقيل. هذه الحاجه الاولى. وما ننساوش باللي بيوس اصلا هو ان تكنولوجي قديمه بزاف، كي رومونت لي زاني 80 اي تي انفوتي باغ ليكيب اي بي ام. مي لو بروبليم ما زادوش فيه حاجه كبير. اوكي، ما زادوش فيه حاجه كبير. حاجه الزوجه اللي شفناها ثاني في ليميتاسيون سي كو هو اون تيرم دو بارتيسيون ما يقدرش يزيري اكثر من 4 تاع لي بارتيسيون برينسيبال. هذه وحده رولاتيف الام بي. اوكي، اوتر شوز كنا نقولوا باللي لا تاي ماكسيمال اللي يقدر يزيدها توجور بارابول لادريساج هي 2 تيرا دو ستوكا، تادير ان ديسك اللي فيه اكثر من 2 تيرا ما يقدرش يادريسي وما يقدرش يشوفها. لازم انت تدبر راسك كيفاش دير لا بارتيسيوني ولا تشوف كيفاش دير. اوكي، الوغ هادو لي ليميتاسيون فونكسيونيل اللي واحد كيجي يوتيليزي فريمون يتوشى بهم. وكاين حاجه في ليميتاسيون اصلا في لا كونسيبسيون تاعو اللي هي سيستم فيجي، ما فيش فريمون موديفيكاسيون كبيره. تما كي تدخل البيوس ما عندكش حاجه كبيره ديرها. واش تقدر دير؟ مثلا تقدر تشونجي المود باس، تقدر تشونجي لور. هو اصلا جاي فين؟ روم، داكوغ، فين ميموار مورت اللي ما نقدروش نكتبوا فيها. واحد يبوز لا كاستيون يقول لك هاد لي زانفورماسيون اللي راني نشونجيهم السيستم راه يستوكيهم، يستوكيهم في السيموس. في السيموس ان بارتي دو بيوس تسمى سيموس، سي اون بارتي اللي نقدروا نكتبوا فيها. هاد لا بارتي كي تكون لا ماشين ماتش اليمونتي تكون بروتيجي باغ ان بيل. علاش؟ ديجا في لي ماشين القدام يقول لك باش تنيساليزي المود باس تاع البيوس ولا ترجعك مثلا في البداية يقول لك نحي لابيل، نحي لابيل ولا لابيل تكمل لي صرا لك ان بروبليم. شاك فوا تو ديماري لا ماشين تلقى لي موديفيكاسيون تاعك في البيوس راحو بيسك ما يغارديهمش، السيموس ماهوش اليمونتي. الوغ هذا كروسو مودو واش كاين في البيوس لي ليميتاسيون تاعو. في 2006 انتل ils ont travaillé sur extended firmware. Extended firmware اللي هو EF. اوكي، هذا الاكستندد فيرموير باش يصير مونتي لو بروبليم تاع البيوس. مالوروزمون لي كونستركتور نون با سويفي. لي لو سول لي كلا سويفي سي ماك. ماك باش يقدروا اكزيكوتيو تقدر باش انتغريو دو انتل في لي ماشين ماكينتوس، ايزون بريفيري ديتيليزي لا نوفيل تكنولوجي ديريكتومون. تقدر لي انتغري في الماك دوبوي 2006، مي ريسامون في لي ماشين ا باز دو انتل، لا باز دو اكس 86، لي ماشين اكس 86
دخل فيهم لو يا في لي زافونتاج نتاعو سي كو هو يقدر يادريسي ان يخدم سور 32 بيت حتى 64 بيت في مود بروسيسور تدير لي كالكول تاعو وهنا تعطينا بلوس ديك سونسيبيليتي في الخدمه. الحاجه الزوجه اللي فيه يا في ثاني عندكم لادريساج نتاع لي بارتيسيون وهنايا يوتيليزي هو جي بي تي ما يوتيليزي ام بي ار كي يوتيليزي جي بي تي يقدر يروح حتى 128 بارتيسيون برينسيبال وهنايا ما نسحقوا لا لوجيك لا ايتوندي لا ريان دي. الوغ الحاجه الثالثه لا طاي نتاع الديسك لا طاي نتاع الديسك اللي دو لورد دو زيتا بيت داكو ماهيش تيرا وماهيش بيتا بيتا فوق زيتا دير سي vraiment énorme comme taille de disque. Le حاجه الزوجه هو ما يتيليزيش ام بي ار فدير ما يتيليزيش هذاك لا بارتي وين يحط لي دوني دو ديماراج مي يتيليزي ان بارتيسيون دي دي لي اللي هو اسمها يا في بوت لود اوكي ان بارتيسيون هذا بارتيسيون الي فورماتي اون فات 32 يحط فيها لي زانفورماسيون تاعو. يديكو هنايا واش يقدر يدير هو هنايا تقدر ما دير دي فونكسيوناليتي جديد في اليو اف اي خاطش عنده ان بارتيسيون كبيره اللي تقدر ما تباراميتريها ويقعد ديناميك لواحد بواحد لا فاسون كبيره بزاف. تما حتى كي نشوفوا هنايا البوت كاش يصرى قبل لا نوصلوا السيستم البيوس يشارجي في البدايه لو ام بي ار ستادير يفا كونسلتي لي برومي 512 دو ديسك دو ديماراج اللي راك عاطيه اللي بيان سور راك مكونفيغوري في البيوس كي ما يصيب والو في هذيك 512 عمره لا ديمارا. الوغ هو نورمالمون شاي منها يدير ان بوت لودر ان اوتر بروغرام بوت لودر هذاك البوت لودر اللي يعطي لا مان لو كارنل. هاد لا فاز تاع بوت لودر والكرنل ما كايناش في الاي اف نفهموا عليها هادي ما كايناش في الاي اف في ديريكتومون اون باس بار ان بارتيسيون ستادير كي نحكمو نانستاليو ان سيستم ا باز دو اي اف اوتوماتيكمون لو بارتيسيون مون تاعك كي تصيب فيه ان بارتيسيون سبيسيال تصيب فيه ان بارتيسيون سبيسيال. علاش ديجا راكم روماركين في الاي اف كاين هذيك لا نوسيون تاع ريستوراسيون دو سيستيم كو سوا ويندوز ولا حاجه اخرى هذوك لي زانفورماسيون دو ريستوراسيون اون كا دو بروبليم يتحطوا لهنايا باسك لا بارتيسيون لو بيرمي. هنا ما نقدروش 512 يلا نحطوا فيها طابل دو بوانتاج و سي بون يا ريان. الوغ هنايا الي فريمون ديناميك. الوغ دركا شفنا لا ديفيرونس اونتر بيوس و اي اف اي كاين حاجه سي كو اليافي سيبول البيوس صادير واحد يقدر يدير بيوس لي جاسي بوغ لو ديماراج صادير عنده اليافي بصح ما يديمارش باليافي ديماري بالبيوس هذه سموها بيوس لي جاسي وخاصها اون كونفيغوراسيون او كوتي اليافي. لكم روماركين بيوسك سي اون انترفاس تكس في جي زرق وبيض كي العاده ما تبدلتش جامي تبدلت UFA, c'est toute une interface avec la souris, c'est une interface graphique où on peut utiliser tout un système. Alors ça, c'est aussi rendre UFA intuitif, c'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser ou configurer UFA, bien sûr. Alors, puisqu'on a terminé la partie, on va voir la machine qui démarre, ou ce sera la machine qui démarre, il y a la partie initialisation. هذه انيسياليزاسيون هارد تصرا بالفيرموير الفيرموير بيوس ولا اي اف دروك الاي اف يقدر يخدم اون باراليل ودوكو لو ديماراج تاع ان ماشين سو اي اف اي لي بلو رابيد كون ماشين تخدم بالبيوس اوكي يتشيكي باللي كاع الماتريال راهو نورمال سي بون مازال ما نحكيش كاع على السيستم واش راه عندك انت قادر تلونسي هاد لو بروسيس سور ان ماشين ما فيهاش اصلا ديسك ما فيه ماشي ما فيهاش سيستم ما فيهاش كاع ديسك ومن بعد كي كمل لينيسياليزاسيون يقول لك بلي ما صبتش من ديما الوغ لو بروسيس دينيسياليزاسيون انديبوندون
على سيستم زوج صوالح مختلفين كل حاجة وإطاب نتاعها. راح نشوفوا دروك أبري واش يصرى في الديماراج نتاع السيستم. الو في الديماراج السيستم سي تو ديبون على واش راك تيوتيليزي. هنا قلنا سي لو بوست انساز الهاردوير في لابارتي هادي سي لونسمون فريمون دو مايكروسوفت. من بعد هو يدون لا ما لو شارجر دو ديماراج سوا ام بي ال سوا يو اف دكور pour chercher le boot. Pour chercher, mais rien ne boot. Alors, là, quand MBR, il va chercher le bootloader. Et là, quand UFI, il va chercher le firmware UFI pour démarrer. Dans les deux cas, rien ne roule un chargeur de démarrage. L'Unix, par défaut, est le grep. Alors, qui dit là, le grep, est le il va lire les premières instructions de le chargeur de démarrage. Il va le chercher déjà. Si tu as un groupe de installé ou un chargeur de démarrage installé, voilà les ratés. Missing operating system. Missing operating system. Tu as un problème. Le problème, c'est un problème de système à installer. Non. Quand il y a un système installé, le chargeur de démarrage ne marche pas, mais je ne suis pas là. Alors, c'est l'erreur qui va être en train de faire des étapes. Si je suis en train de faire l'erreur, je vais vous dire que la partie est là. Je ne suis pas là, le chargeur de démarrage. D'accord? Scénario. Maintenant, tu as installé. Linux, من بعد installed Windows, le chargeur de démarrage نتاع Windows ما يعرفش Linux, هنا هي لو بروبليم يولي لك كما يشوفوش. تسمى وكان تمانيبيلي الجراب وتغلط لو شارجور دو ديماراج وما تعرفش كاش تباسكولي اونتر لي دو غادي تبردي لي دو لي هذا لي هذا واش يقول لك؟ يقول لك ما كاش سيستم سباتاس. الوغ كنت عندك مي لو بروبليم انت ما عرفش تجيري. Alors, فرضا انه صاب الجروب سي بون جروب 2 خاصه انا في الجروب كاين جروب لي جاسي اللي هو لونسيان جروب وجا الجروب 2 اوكي هاد الجروب 2 جا بوكو بلوس افيك لا ريفي دو اي اف داكور اللي بوكو بلوس ازافونتاج تاعو بارابور لو اف واش يخرج لك لهنايا يخرج لك ان بوت لودر موني avec le menu l'hygiène le badia باش نشوفو. Alors la plupart des gens posent la question déjà كاين دي فوا نلقى دو لين نلقى كات لين دي فوا نلقى 5 لين سي لو نومبر دو كيرنل انستالي في لا ماشين تاعك لو نومبر دو كيرنل انستالي في لا ماشين تاعك تصدي لك كنت انستاليت لا ماشين ولا بريمير فوا يكون عندك اللين وحده تاع لينكس زوجه نتاع ريسكيو والثالثه اللي كان عندك ويندوز. اذا درت ميزاجور جديده وكان فيها نوفيل فيرسيون تاع الكرنل راح تزيدك اون انتري جديده اللي هي لا نوفيل فيرسيون تاع الكرنل نتاعك. سي باز ان دوزيام سيستم مي قادر يكون ان كرنل كوم قادر تكون كاريمون ريليز نتاع لا ديستريبيسيون. الوغ اون فوا سيليكسيونيت هنا ما عندكش ايرور ما غاديش يصرى لك ايرور غادي يقرا يشوف طابي اونتري. لو بروبليم اللي هنايا اون فوا تخير وين راه السيستم اللي غادي ديماري به هو واش يروح يدير يفا شيرشي دو ديماري دو ولا شارجي دو فيشي لو فيشي نتاع الكرنل ويما في ام لينكس وال انيت رامافاس. الوغ لو انيت رامافاس واش فيه جينيرالمون فيه لي درايفر utilisable pour le démarrage de la machine. Hado, au moment de l'installation, il te crée l'init RAMFS. Au moment de l'installation, il génère le DVD. D'accord? Et j'ai un générique, mais le plus important, même bad, c'est que le système il crée l'init RAMFS à l'achat du matériel qui est en train. Puisque le kernel, mais ses portages, il embarque et fait tous les drivers possibles. Par rapport les
لي سيستم ما يقدرش يومباركيو فيه كاع لي لي درايفر واش خلاو قال لك نخليو كرنل لي ستوندار ونزيدو ان اوتر ميكانيزم اللي هو اني ترامافاس اللي يخليك انتيغري دوتر درايفر. معناتها اذا جبت انت درايفر جديد اللي ما عرفوش الكرنل وما عرفوش اني ترامافاس واش راح دير؟ راح تجيب هذاك لو درايفر وتانسيري. باش تانسيري لازم تانسيري في الانيت رامافاس. انيت رامافاس تدير سيتا كرنل نقدروا نقولوا سيتا كرنل موديفيابل اللي نقدروا نموديفيو باسكو لو كرنل الزوج خاصو توت ان بروسيس باش يتموديفيا لو كونتوني تاعو كومبيلاسيون وحكايه سي توت ان بروسيس بور انتيغري حاجه في الكرنل. بصح الانيت رامافاس سي دي تروك سامبل كون بو مانيبيلي اترافير ميم دي كوموند. اوكي تدير واحد راح له يسوبريما بغلطه انيت رامافاس يقدر يجينيري اوتوماتيكوم يوتيليزون لا كوموند. ولي دو جو كومبريسي بجنزيب دو جو كومبريسي بجنزيب باش ما يديوناش بزاف. لا الوغ اذا واحد من هاد لي دو فيشي ما تصيبش on s'en fout de le code d'erreur 15 ou là d'autres, mais directement il dit like, file not found. Ou qu'il dit like, même le fichier la raha ou sali. Il dit RAM FS ma sabtouche version X. Le kernel version X. Puisque le nom init RAM FS, ou j'y ai dit, il dit init RAM FS tiré la version n'ta'a le kernel tag. La version n'ta'a le kernel tag. C'est la version إذا كنت في لاين دو كوموند تقدر تريكوبيريها بلا كوموند اونين اسباس موان ار اسباس موان ار باش تشوف ريليز اكتويل تاع لا ديستريبيسيون تاعك. تسمى اذا خرجت لك فايل نوت فاوند هنايا بروبليم هنايا واش لازم دير؟ سواء عندك اون دوزيام اونتري على فونتاج تاع دوزيام اونتري تدخل بها وتكوريجي البروبليم وتعاود ديماري بلا بريمير اونتري اللي عندك في المنيو ولا ما عندكش هنايا لو سول موان باش دير لازم تدخل افيك ان سي دي دو ديماغاج وتدخل جينيري انيت رامافاس نتاعك ولا تخدمو من جديد. غادي تخدمو اون يوتيليزون لي كوموند بيان سور. ماشي نشوفو هنا انيت رامافاس واحد يقدر يشوف انترنت سي اون كوموند كوفولونسي بدراكوت باش تكريو انيت رامافاس. Alors, une fois que les deux réinitialisés, ça dit initialisé, c'est bon. La version 8 ou 7, par rapport à la version de Red Hat ou CentOS, il y a une c'est tout un pseudo-système. C'est-à-dire, quand tu décompresses ou tu crées le contenu avec le fichier, d'accord? Tu crées le contenu avec le fichier, le contenu, tu as toute une arborescence qui met un système. معناتها وكان انايا نقدر ندخل لهنايا نقدر ندي لاكسي للسيستم ندي لاكسي للسيستم مي حتى حاجه من السيستم راهي طالعه تقدر حتى السيستم دي لو برومي بروسيسوس مازال ما طلعش. هذه سي لا فاز دي انيسياليزاسيون. واحد يبوزي لا كاسيون نقول علاش ندخلوا حنا في هذه لا فاز هنا؟ هذه جينيرالمون ندخلوا لها بور ديبوغي. اوكي هذه الاولى ولا في باغ اكزومبل ريكوبيري المود باس تاع الروت. اون فا فيغ ان اكزومبل من بعد على ريكوبيراسيون. المود باس تاع الروت راح مصيبه لو سيل موايان لا ما كانش عندك سيدو ولا ما عندكش ان اوتر موايان بور اكسيدي لا ماشين اون طون كو سوبر يوتيزاتور هنا يولي لك ان غرون بروبليم ولازم ترينيشاليزي. تسمى لازم تجي حتى لهاد ليطاب وتحبس خاطش منا لهنايا غادي ديماري يدخل في السيستم. كي يدخل في السيستم راح يجيب لك اللوغين ديريكتومون. واحد الديفيرونس الزوجه اللي كاينه بارابور لي فيرسيون القدم سي كو هنايا يوتيليزيو سيستم دي والسيستم دي ما فيش نيفو دو ديماراج اللي كنا نعرفوه بكري الزيرو والان والدو والتروا والكات والسانك والسيس اللي كل وحده عندها سينيفيكاسيون. السيس هو الرو ديماراج الان هو المود سينجل يوزر في الفيرسيون القدم. وش معناتها سنجل يوزر؟ انك تدخل للسيستم من بتيت موديفيكاسيون في الجراب تدخل للسيستم اون طون كو روت سون دومون دو مود باس. وهذا بروبليم كبير كان بكري
الناس كانوا يسيرمونتيوه يبروتيجيو الجراب بمود باس، هذا هو لو سيل موان باش نبروتيجيو الناس باش ما يدخلوش. صح اذا كان عندك اكسي للجراب سي بون تقدر تدخل تبدل مود باس تاع الروت تبدل واش تحب وتجي خارج. الوغ فلا فيرسيون جديده افيك لاريفي تاع سيستم دي هاد لا نوسيون كاع ما كايناش. فدير اون فوا دخلت في ان تارغيت بيان ديفيني هنايا اوبلي كل شيء، كي تحوز تدخل للسيستم خاصك مود باس. لو سيل موان باش تدخل للسيستم ماشي تدخل للسيستم تاكسيدي انترومبي لو ديماراج دو سيستم انك تدخل بر الرام ديسك اللي هو انيتال افاس ودير ان بريك هنايا تما دير هنايا ان بريك تدخل دير موديفيكاسيون تاعك وتروح. اوكي اون فوا هادو ترينيساليزا ومن بعد عاد نبداو نقراو لي فيشي دو كونفيغوراسيون تاع لو شارجور. وهنايا اون باس الكونترول كاريمون الكارنا باسكو انا سي جوست ان شارجومون انا اني ترام اف اس هو اللي كان يحكم. هنايا سي اون باس لا كوموند للكارنا. كي اون باس لا كوموند للكارنا هنايا لازم نجيبو لي زانفورماسيون تاعو من هنا يا يعني فوت دو فراب هنا سي دو. اوكي هاد لي زانفورماسيون نجيبوهم للفيشي دو كونفيغوراسيون اللي هو سلاش بوت سلاش جراب دو سلاش جراب بوان سي اف. الوغ هذا سيستم فيشي تاكس ديروها في بالكم انترديت تشيوه افيك ان اديتور دو تاكس. هذه لازم تتعلموها مستحيل توشيوه اون يوتيليزون اون لين اون يوتيليزون لا لين دو كوموند افيك ان اديتور دو تكست. عندكم لي زوتيليتير نيسيسير بور جينيري هاد لو فيشي من بعد نشوفو بور جينيري هاد لو فيشي يوتيليزيو ان يوتيليتير اللي هو يقرا لي فيشي دو كونفيغوراسيون. اوكي اللي جايين في سلاش او تي سي ديفولت جروب ولا سلاش او تي سي grab دو تشونجي واش ما حبيت ومن بعد اترافير ان كوموند تي شونج لو كونتوني تاع grab. سيبوزو هنايا ما عندك اوكين ايرور في هذا لو كوتي اي فوا لو كارنال انيسياليزا و ديماري لو نيسيسير واش راح يدير راح يدخل لهنايا و اكزيكوتي لو برومي processus li huwa system d en utilisant init hnaya ghir pour respect l'init gardaw le même initial le même nom. Alors le hnaya initialiser mais je dis tout le hardware mais cette fois-ci c'est le kernel mais le kernel c'est pas init ram fs avec lui ou exécuter hnaya initra mfs il passe la commande au système d. alors وهنايا يديماري لي دايمن تاع لي ديفايس. alors une fois ديمارينا لو سيستم د اوكي نجيو لا بروميير تارغيت داكور لو برومي نيفو اللي هو برومي تارغيت انيت rd.target هذا هو اللي تيكزيكوتا الاول داكوغ. هذا هو الشيء صرا فيه هذا يمونتي سيستم دو فيشي نتاعك لا راسين يمونتيها سلاش سي سلاش روت. اوكي اون فوا تمونتات لهنايا تتمونتا اون ريد اونلي تسمى وكان تتانترومبي انيترا ما فاس وتدخل ويعطيك لاكسي تلقاه باللي مونتا باللي بصح ما تقدرش تشونجي فيه. علاش؟ بيسك راهو مونتي اون ريد اونلي او سي يمونتي سلاش او تي سي اف اس تاب. اذا كانت عندك غلطه هنايا في الاف اس تاب من بعد نشوفوها في ان سلايد وخد اخر تسمى السيستم منا يخرج داكوغ سيستم منا يخرج يخرجك. علاش؟ ما عرفش يمونتي اون بارتيسيون ما عرفش ياكسيدي اون بارتيسيون بار اكزومبل. الوغ اون فوا هاد لا بارتي فاتت على خير سيستم دو فيشي تاعك
تمونتا والاف اس طابل كاع لي بارتيسيون فيه مش بروبليم لهنايا يسويتشي سيستم دو فيتشي هنا كان اون ريد اونلي فلا ميموار يسويتشي ديراكتومون لو سيستم فيغ لو فري سيستم في الديسك ثم اوترومون دي يطلعه اون ريد اون رايت يطلعوه هنايا اون ريد اون رايت اون فوا لو سيستم طلع اون ريد اون رايت السيستم واش يدوموندي يدوموندي الديفولت تارجت اللي شفناها من قبل ديفولت تارجت سا ديبون تكون الانترفاس جرافيك ولا جست ملتي يوزر اللي هو امو تكس هنا عادة يبدي الديماراج نتاع السيستم هنا عادة يبدي الديماراج نتاع السيستم ثم ابارتير دو لا سي تيو غادي بروبليم سي دي بروبليم تاع دي سيرفيس له علاقه مع السيستم السيستم تاعك لا وصل لهنا الي انطاكت ما تخافش عليه هنايا كاع لي بروبليم اللي راهم عندك قادر يكونوا دي بروبليم نتاع سيرفيس تما نقدر ندخل في تارجت وخد اخر ونجيري لا سيتوياسيون ندخل تيب ايمرجنسي ولا ريسكيو وللزوج يدومونديو المود باس في هذا لوكا لهنايا نقدر جفي لا موديفيكاسيون نيسيسير الوغ لهنايا اذا نرجعوا اذا نرجعوا لا ماشين الوغ لهنايا قلنا باللي لي دوني D'accord, les données du système sont stockées, plutôt le démarrage sont stockées, sont slash etc, slash boot plutôt. Et là, c'est beau les informations du système de RAO. Alors là, nous allons voir, c'est une partition, plutôt un répertoire de RAO exécuté par défaut, créé par défaut. Et là, nous allons voir là. بإي أفي خاطش وكان نروح نشوف سلاش بوت إي أفي سنت أو إس خاوي مانيش نيتيزي إي أفي راني داخل أو مود بيوس لي زاسي بيسك راني نخدم في ماشين فيرتويال اللي خاصها توت أون بريباراسيون باش تدخل أو مود إي أفي ألوغ حنايا الكرنل وين راهو هذا هو الكرنل ثم انا شحال راه عندي من كرنل فيرسيون تاع كرنل هنا شكون يريبوندي لنا شحال راه عندنا من فيرسيون تاع كرنل هنا الوغ هنا راه معنا ثلاثة تاع لي فيرسيون تاع الكرنل ثلاثة تاع لي فيرسيون تاع الكرنل هادي رولاتيف سي نوايو دو سوكور نتاع لو ديرني كرنل انستالي هنايا كي نشوف لي فيرسيون هذا هو ديرني كرنل تسمى هذه رولاتيف لهذا هذا وهذا نفسهم هذا هذا نفسهم تسمى عندي ثلاثه اللي هو 18080 و 0478 و 0475 هاد لي انفورماسيون باش نعرف انا واش راني نوتيليزي دركا ندير اي نيم موان ار وتعرف باللي راك يوتيليزي تما معناتها انا كي يخرج لي دركا كارو دي ماري لا ماشين الموني شحال غادي يخرج لي فيه الموني راح يخرج لي فيه سواء ندخل مود ريسكيو سواء ندخل لهاد لي ديتر سا ديبون وين نحب ندخل تما الموني غادي يجيني فيه واحد زوج ثلاثة أربعة اوكي كل واحد من عنده عنده الانيت راما فاس نتاعه اوكي كل واحد من عادو عنده الانيت راما فاس نتاعه الوغ واش راح ندير هذا اتوال و يمشي لي زيماج اللي راهم عندنا هنا راك تشوفوا لهنا لي زيماج اللي عندنا بوكو بليس راح ندير اللي يكملوا ب 64 باش ما يجيبليش
هذه ومعها نشوفو VM Linux. اوكي الو هادو ثلاثه ريالمو هادو هما هنا كل واحد عنده نتاع الو مثلا دروك حنا اللي راهو ديماري الاول دوك راح نديرو دي سيناريو وين يصراونا دي بروبليم باغ اكزومبل حنايا راح نكرييو ان بروبليم روحو سلاش بوت اوكي ورنومي لو ديرني ما كانش كاع كرنل لي ديماري به دكور 447 لويت اللي هو التالي هذا هو الديفولت اللي راهو ديماري به رايحين جست نديرو في اول باش من بعد نقدر ريكوبيري سيبوزون هذا ما راهوش عندي دروك ريدي ماري لا ماشين اوكي ونوريكم لا ماشين كي راهي ديماري الوغ هنايا راني دايرها اكس بي بس استنى واش خرجنا ايرور File not found. ويقعد يدور لك هنا. الو هنا ديجا انت راك عارف تما واش لازم تدير؟ لازم تدخل وتحوس ولا تروح تجيب VM Linux تما بيسك دخلني دروك لهنايا. دروك انا ما ندخلش بهذه راه فيها بروبليم نسيب الدوزيام. الو ولا ندخل بالريسكيو بصح عندي المود باس خص يكون عندي المود باس. الو هنايا رايح نبدي ندخل بإنوتر إنوتر أونتري كارنل وهنا راكم تروماركيو باللي لا ماشين راهي ديماري نورمال ما عندها حتى بروبلام ثم نرجعو نقدروا نرجعو هنايا وندخلو من جديد كندير اونيم موان ار راني مديباري بالسانك الو الكورية المؤانة كي نروح سلاش بوت راهو عندي سلاش ويت تما الغلطة راهي لهنا هذا هو اللي كنحوس عليه واش عاود ندير تو سامبلومون نروح لهذا نعاود نرجعو كيما كان اوكي هلاس او عندي نسي جديد تاعي لوي سي جو روبوت لا ماشين سيت فواسي نروحو للديماراج نتاعها راهو بيان سور راهو راح يديماري بلا بروميير اونتري اللي هو الويت لا فيرسيون 147 ويت وهنا لا ماشين تاعي راح ديماري نورمال راح ديماري نورمال هذا البرومي سيناريو وين الكرنل ما كانش تما ما كانش تروح تحوس عليه داكوغ الكرنل ما كانش تروح تحوس عليه من جيبه الوغ الفو فار اتونسيون باغ اكزومبل كان فريمون ان كرنل اجور هنا راح يصير لك ان كرون بروبليم خصك تروح تحوس على لا ماشين اللي فيها لو ميم سيستيم وعندها لا ديرنيير ميزاجور كيما اللي عندك باش تقدر ترجع لهاد لا سيتوياسيون اوكي الوغ دروك نشوفو حاجه وحده اخرى الانيترا ما فاس الانيترا ما فاس سي تان فيشي سبيسيال قلنا اللي فيه واش فيه فيه دي زانفورماسيون على لي درايفر وقلنا بلي سي تو تان سودو سيستم سي تو تان سودو سيستم تدير واحد وكان ديكومبريسي ويشوفه يصيب لو كونتوني تاعو باللي راح نشوفو ديجا يساجي دو كوا هذا تيب تاع هاد ليماج وش هو اني ترى مفاس 447 شو قلنا لويت داكوغ هادي سوينت بوان ايماج الوغ سيتا اسكي سي بي يو ارشيف
معناتها سيت ان ارشيف سي بي يو اذا حبيت تشوفو لازم تحلو اون يوتيليزون لا كوموند سي بي يو. الوغ السي بي يو قادر يمد لك هنا قادر الريزولتا يكون جانزيب هنا اوليو دو اسكي تكون جانزيب سي بي يو ستادير اي تي كومبريسي بجانزيب هنايا يوتيليز ديراكتومون جانزيب ودي كومبريسي اون يوتيليزون سي بي يو تمدلو لي بارامتر تاع سي بي يو. مي كي يكون عندكم اون اسكي هنا الحكايه تتبدل. اوكي هنا الحكايه تتبدل بويسكون فا يوتيليزي ان اوتر اكزيكيوتابل لي جاي بور دراكوت دراكوت سكيب سي بي يو. اوكي وتيتيليزي لو اللي راك حاب تيتيليزي. اوكي من بعد دير جينزيب هنا عاده ديكومبريسي زيب. اوكي جينزيب افيك لوبسيون نيسيسير موان سي اوبس موان سي نصغرها باش تشوفوا. من بعد عادة نفوته للسي بي يو. اوكي سي بي يو افيك موان اي دي في ان. اوكي لوبسيون كي فو بارميت دو الوغ انا ما غاديش ندي كومبريسي هنايا رايحين ندير جوب او دي كومبريسي تاعهم Alors, je vais mettre directement là-bas. Alors, si je fais un LS, je vais mettre directement à chaque fois. Le problème, je vais vous voir ici, parce que ici, je vais créer un fichier, un répertoire de TMP. C'est mes bouts, parce que je vais vous voir vraiment que c'est TMP, bouts. اوكي نكوبيو من البوت كات 147.img نجيبوه لهنا. اوكي تشوفوا واش راه هنايا درك نعاودوا لا كوموند من سيت فواسي يوتيليزيو ديريكتومون لو كونتوني لهنا. كندير الاس كاين غادي نمحيه باش ما يديرناش خلط تشوفوه. هذا تو تان سيستم ها فيه لو نيسيسير بور ديماري. راك تشوفوا السيستم روت الاس سيس روت هذا ستان ريبرتوار راه موجدو سيستم باش يمونتي فيه لا راسين اللي هو الديسك نتاعك ولا السيستم راسين نتاعك اوتوماتيكمون اون ريد اونلي اون ريد اونلي تسمى هذا اون فاند كونت سي تو تام سودو سيستم واجد باش يديماري لا ماشين نتاعك تسمى قادر انا كي نجي عند نقول انيترا ما فاز دير لينيسياليزاسيون نتاعك نيسيسير من بعد حبس ما تباس با لا كوموند ولا الكونترول للكرنل هنايا نقد سي لو سول موان باش نقدر ندي اكسي للسيستم سون دوموند دو مود باس من غيرها مستحيل. الوغ لهنايا شفنا كاش نكومبريس ندي كومبريسيو هنا واحد قادر يزيد فيه باش تجينيري واحد يجينيرا دراكوت داكور لا كوموند دراكوت دراكوت موان اف وقادر واحد يوتيليزي لا كوموند باش يجينيري ان فيشي انيترا مافاس جديد كيما يحب. الوغ هادي فيما يخص انيترا افاس. الوغ قلنا بلي لا كونفيغ تاع الديماغاج لا كونفيغ تاع الديماغاج وين جايه جايه في الفيشي سلاش بوت سلاش
grep de grep point ch. وهنايا عندك initialisation nécessaire ويبدأوا لي زونتري تاعك من وين كاينه لونتري مام هنايا لا بارتي utilisation de système. Alors, c'est un peu compliqué, parce que je vraiment maîtriser dès le départ. Tous les fichiers de configuration relatifs au grep, j'ai un grep.d. Par exemple, si je fais un less, là, 10. Linux, راح نشوفوا لونتري اللي مخصصة بسيستم لينكس. سيستم لينكس هنا كاش يجينيري للسيستم لينكس. ثم هنا وكان نروح ندير دي همني فيها grab mem نشوفوها في الجروب grab وندي Hebdo. Point. Oops. دوك نرجع على هذه قبل نحكي على حاجة أخرى أسهل من هذه. ألوغ لي بارامتر تاع الديماراج تاع السيستم ونتاعو بارابول للجراب احنا جينيرالمون واش نقدروا نشونجيو في الجراب داكور نقدروا نشونجيو في الجراب دون سلاش تي سي سيس كونفيغ بيتو ديفولت جراب وهنا هاد لا بارتي لي فريمون انتريسون في الموديفيكاسيون تاعها فدير ما نقدروش باغ اكزومبل هنا راني ماد بلا يستناني 2 مينوت تايم اوت اللي هنايا ستيل اسكو يعطيني المنيو ولا يعطيني حاجه واحده اخرى كاونت داون بار اكزومبل يجيب لي امري نقدروا نشونجيوها هنايا كاونت داون دكور هادي الديفولت في الجراب باش راح يديماري سواء نعطيه لو نيميرو لخاطرش عندي بليزير اونتري لونتري الاولى هي زيرو زوجه 1 تالتا ترو دو ويا ماشية وسوا نكتب الاسم نتاعو في المام وين حاطينو اوكي سوا سيفد هادي سي لو سيستم لي جيريها لور دو لا دينيير موديفيكاسيون لي ديرها اترافير ان ابغري اوكي وهنايا سي لي كوموند ا باسي للكرنل باغ اكزومبل وين جاي السواب تاعو وين جاي لا راسين اوكي واسكو يطلع مود جرافيك يطلع رابيدمون لا 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 ديسكوفري سا سي اوتر شوز الوغ حنا اللي نوز انتيريس بوكو بليس شونجمون اللي درنا هنا نقدروا نشونجيو لهنايا ديفولت دونك لهنايا لوسكو جو شونج لهنايا لو سيل موان باش نابليكي شونجمون اللي درتو نوتيليزي جروب دو mk config moins o ou le hnaya j'écrase le fichier grep de point config d'accord ou là واحد يروح ديريكتومون grep دو grep point com سي لا ميم شوز الوغ لهنايا il va générer le grep file من جديد دون سي جو روبوت لا ماشين ونرجعو رابيدمون لا ماشين تاعنا لهنايا اكترو ماركيو بلي هنايا مراش جايب لي خصني ندير ايشاب باش يدير علاش باسكو بدلت باش الناس ما تشوفش بدلت خليته يجيب لي غير كونتور
de décrémentation en attendant qu'il démarre la valeur par défaut. Alors, on a dit qu'il démarre par défaut. OK. Alors, c'est un moyen comment changer les paramètres au niveau de votre machine Linux. Alors, une fois la machine elle est démarrée, je vais voir autre chose, par exemple /etc group de ou l'hnaya le changement de diront l'hna ou est changé l'hnaya, d'accord, ou est changé l'hnaya. Si vous voyez les nains, en fin de compte, vous serez dit, il y aura le contenu dans les fichiers. Il y a un compte système. Il y a un compte système. Au lieu de changer les nains, changez tout le monde l'emplacement. Ou vous gérez en mode scripting. Gérez en mode scripting, c'est-à-dire la recommandation de l'Hnaya, c'est que Wahab, l'azim échanger pour /etc group.day l'Hnaya mieux que il aura utilisé Hajok Dokra. Alors, Kain Hada, OS Prober, c'est une commande déjà. Surtout utilisez ham à Windows, qui installe un dual boot, qui connaît comme Windows, ou installe tout en bas Linux, ou qui gère groupe et démarre, mais je vous l'entrée de Windows. Qui mais je vous l'entrée de Windows, on a la panique. Alors, où est-ce que le système t'aéra? Tu vas dire OS Prober. D'accord. Il va relire tout le disque pour détecter est-ce que qu'il y a d'autres systèmes là où ils utilisent automatiquement le nécessaire. Ils utilisent automatiquement le nécessaire. Alors, c'est le changement qu'on peut faire sur le fichier grep. Alors, le premier conseil, le fichier header boot grep de grep.conf, on le touche jamais manuellement. Le seul moyen de modifier, on modifie soit /etc default grep ou les paramètres par défaut, soit dans grep.d, on modifie l'entrée nécessaire. Par exemple, côté Linux, on attaque la partie Unix. Par exemple, j'ai la partie plutôt Unix. On entre là, on bedel la partie nécessaire de la nihab. Alors, ça demande un peu de, bien sûr, de documentation, باش واحد يتوشي في لي فيشي ما عادش اي واحد يجي يتوشي فيهم. مي اون بتيت موديفيكاسيون او بلوتو اون بتيت لكتير في السيستم دوكيومونطاسيون تاعو تخرجوا اوتوماتيكمون ب باللي يسهلوا باش واحد يشونجي لهنايا. سي دي كوبي كولي تاع دي بارتي اللي كاينين ديجا و لو شونج مانيوالمون. جينيرالمون les entrées légères au full grep, on ne le change pas manuellement. Elle vraiment. Dans le cas, une fois de mise à jour, le système automatiquement, il met à jour le grep. C'est pour cette raison. Si vous avez remarqué qu'il y a une gestion de package, on a appelé qu'il y a package qui dirige une mise à jour, le système est installé la nouvelle version ou il désinstalle l'ancienne version. Sauf le kernel. Les lazim y installer
وما يتوشيش في لونسيان فيرسيون واش يدير انستالي لا نوفيل فيرسيون تاع الكرنل يشونجي في الجروب سي اون اورا دي بروبليم واش نديرو ندخلو في لونسيان كرنل ندخلو في لونسيان كرنل ونقدروا ميم ديزانستاليو الاول كاريم الوغ سا سي لا رومارك اللي كنا درناها بلا ما نعرفو علاش ما ديزانستالي سي بارابور لا كومباتيبيليتي بيس كرنل فيرسيون جديده حتى واحد ما غير يضمن لك باللي مع الماتريال تاعك انت مع لا ماشين تاعك انت اللي كومباتيبل هما يديروا لي فور باش يكون كومباتيبل مع كاع لي ماشين مي با فورسيمون كامل لي ماشين اون سي جامي سا لك ان بروبليم تقدر دير ان روتور اون اريير لا كوموند جروب دو جروب دو ام كا كونفيك قلنا هي الطريقة الوحيدة اللي نابليكيو بها الشونجمون اللي درناهم في فيشير كونفيغوراسيون تاع الجروب اللي جايين في سلاش او تي سي سوا في سلاش او تي سي ديفولت جروب ولا في سلاش او تي سي جروب وين دي سلاش دي فيشي اللي تحب تموديفيهم وتعطيهم وا او لونتري قلنا سوا سلاش بوت ديراكتومون سوا سلاش او تي سي كونفيك جروب دو بوان سي اف جي Alors, Hadi, c'est la seule façon d'atterrir biha le contenu d'un contenu d'un fichier. OK? Alors, rahin choufou drka ou rahi la méthode d'un cadre utilisé ouha bach interrompre le démarrage de ta système. Ce sera l'erreur, matelan, bachin débugé, ou la faradan rahli le mot de passe ta route ou bachin récupérer. Qu'est-ce qu'on dit? ريكوبيري ريديماري ولا ماشين وهنا اوني اوبليجي باش نخدمو فيزيكمون على لا ماشين اوكي الوغ هنا نديرو ايشاب باش يعطينا لاكسي ولا هنايا واش نديرو نروحو لا بريمير لين اللي دخلنا بها الريليز اللي انا ندخلو به وهنا نطابيو ايديت او هو كاتبها لكم تحت في المنيو ايديت لهنا وين تروح نتايا لونتري اللي فيها لينكس هادي كاين لينكس وكاين انيت اردي لينكس اوكي الوغ ونروح لافا وندير رام ديسك بوان بريك شو معناتها هادي لاجو اللي درتها دركا هاد لاجو اللي درتها دركا معناته راني نقول للسيستم ديماري نورمال كي تجي عند اني تراما فاست كمل الانيشاليزاسيون تاعها حبس هو كي شي كي حبس دروك اوتوماتيكمون غادي يدخلنا في البسودو سيستم تاع اني تراما فاست اوكي الوغ هنايا كي دير موديفيكاسيون دي كونترول اكس كاع راه معطينها لكم التحت بريس كونترول اكس تو ستار كونترول اكس وهنا السيستم يلفا ديماري الوغ كاينه حاجه باسكو راه جاتنا لا رومارك لهنايا هذا فرق كبير بين فيه بين بيوس و ايافي البيوس باش شونجي في البيوس تاع الماشين لازم تكون اون فاس لا ماشين اسكو انت تقدر تشونجي البيوس نتاع الماشين بالريزو امبوسيبل بل ايافي بوسيبل هذه ثاني ديفيرونس ما هضرناش عليها قبل Alors il faut faire attention, هذا لو سيستم اللي راه طالع دروك سي لو بسودو سيستم انيت رام اف اس سي بسودو سيستم الكرنل هنا مازال ما على بالو حتى حاجه اوكي حنا قلنا باللي بارمي لي فيشي اللي كاينين وكنديروا الاس غادي نخرجوا في نفس الكونتوني اللي شفنا قبيلات من ديكومبريسينا انيت رام اف اس الوغ نروحو نديرو الاس نتاع سيس روت شوفو شافيه نروحو سلاش هوم هاو لو كونتوني نتاعه تسمى السيستم نتاعي مونتاهلي في سلاش سيستم روت راح نديرو ماونت باش نشوفو واش راه مونتي ونحوسو غير على هاد لا جراب سيس روت الوغ ترو ماركي ولا هنايا بلي مور اكس اف اس
عندنا سلاش ديف سلاش مابر ديمو روت اللي هو الديسك اون وين راهم مونتي في سلاش سيس روت تيب تاع سيستم دو فيشي اكس اف اس راهم مونتي اون ريد اونلي. تما لو كان نحب ندخل له والموديفي المود باس تاع الروت عمري لا قدرت. غادي نديرو ليكزومبل انا باش ندخل موديفي في السيستم هذاك لازم نسويتشي ليه باش نسويتشي نسويتشي بسي اش روت. وهنايا راني ندخل راني في سيستم في الديسك نتاعي. الديسك نتاعي هذا ماشي اللي تعمل سي لو ديسك فيزيك نتاعي. كان ندير الاس دركا و الاس او ما داتا هادو اللي كنا نخدمو بهم سلاش هاو باي اكزوم هاو ماني زيتيزاتر تاعي باي نبدل المود باس تاع الزيتيزاتر روت وهنايا يقول لك اوتنتيفيكاسيون مانيبيلاسيون. انت كي تشوف كي من هكذا تقول باللي سي ان بروبليم تدير ليرور هنايا هذه ما تعرفش فيها ما تعرفش باللي سيستم دو فيشي ما راهوش طالع اكريتير مي. هذه في هذا لوكا بهذا السيناريو لازم تعاود تخرج وتعاود تمونتي لا بارتيسيون اون ريدو رايت. شكون هي لا بارتيسيون هذه هي. نعاودو نشوفو الماونتن تاعها دركا من جديد. راكم تشوفو بلي مور اكس اف اس خرجت لي دركا بلي راهي مونتيا اون ريد او رايت. اوكي هذه ليطاب الاولى. ليطاب الاولى باش نديرو ريكيبيراسيون دو مود باس ندخلو في الجراب نانتيروبيو الجراب نروحو لا لين في تبدي بلينكس فلافان نزيدو ار دي بوان بريك رام ديسك بوان بريك باش انتيرومبيو البروسيس دو ديماراج تاع السيستم يحبس جوست ا لا فان دينيسياليزاسيون ار ام ار ويعطيني لاكسي كما دخلك. انا مانيش باغي ندخل الكارنل اعطيني لاكسي دركا بصح الديسك يشوفه باسكو سي تان ديسك عادي تان ديسك دو ستوكاج. الوغ كي ندخل لهنا الحاجه الاولى اللي نديرها نتاكد باللي السيستم راهو طالع اون ريدو رايت في السيس روت. لا ماهوش طالع لازم ندير لا كوموند اللي طلعه اون ريدو رايت اللي هي ماونت اسباس موا اون ريموت جوفي لو رومونتي فيرغول ريدو رايت ولو شومان تاع السيستم دو فيشي. لو كان عاود ندير سي اش روت تاع السيس روت ونمود باس نبدله تاع وهكذا سكسي. الو قبل لا تفرح وتخرج منا اذا كنت راك تخدم باس او لينكس راهو اون مود اون فورسينغ معناتها راهو اكتيفي ما تخرجش منا حتى دوموندي للسيستم بيسك دركا جيت اون فورسينغ دو اس او لينكس راهو ديزاكتيفي. وكي ديرو باس دبليو في دي وتشونجي السيستم ما يروحش يكتب في شات داو ديريكت يوتيليزي ان فيشي انترميديير. هذاك لو فيشي انترميديير اللي كرياه هو تقريبا كيما شات داو. هذاك اللي كرياه ما عندهش كونتكست اوكي وهو اللي يولي شات داو من بعد. كي يولي شات داو ويجي ديماري السيستم اس او لينكس يشوف ما عنده حتى كونتكست تي ريسك ميم با ما تدخلش. الوغ واش لازم دير لازم فورسي سيستم باش يعاود ريتيكتي كاع لو سيستم. كاش دير تكريي ان فيشي سامبل اوتو ريلابل اوكي اوتو او ريلابل وسيل ولو راس تخليه هو يديره. انت اون فوا دير اكزيت باش نخرجو من السيستم تاعنا من الديسك تاعنا ونخرجو دركا من السيستم باش نخليوه يكمل ديماراج نتاعه من اني ترى ما فاس يزيد يطلع دركا. الو اون فوا يكمل راك تشوفوا وارنينغ اس او لينكس تارجت بوليسي ريلابلد اير ريكيل ريلابلينغ كول تيك فيري لونغ تايم ديبندينغ اون فايل. تما سا ديبوند على تاي فيشي تاعك. كون يكون عندك ديسك كبير علاش شو لي كونسيكونس تاع ديزاكتيف اس او لينكس كبار بزاف قادر هاد لوبيراسيون هنايا تديلك ثلاث سوايع اربعة نورمال. هنايا راه عندنا سيستم ما فيه والو والوبيراسيون راهي شوية مطولة.
ما بالك بواحد سيستم اللي فيه هان ديسك نتاع 100 جيجا ولا وفي سيستم او هادو كاع عاود لهم تشوفوا كاع عاود توشاهم داكوغ اون فوا هادو يكملوا لو سيستم تاعي يطلع نورمال وندخل بالموت باس تاع الروت من جديد ولا اذا ما راكش حاب ما صرالكش صرالك ان بروبليم واش راح دير تاني tu peux débugger en utilisant init ramfs. Alors, on arrive à différencier entre init ramfs, init rd qui est bakri ou init rd li rahou kayen drka, li rahou kayen drka, il est plus sophistiqué. C'est comme si عندكم un système rahou démarre carrément ou en plus il monte comme système تاعكم l'ancien système une partition spéciale باش يخلي لك la possibilité انك تمانيبيليها normal انك تمانيبيليها normal. Alors une fois la machine تاعنا ديماري راحين ندخلوا لها normal ونخدموا بها عادي. Alors هذه فيما يخص le process de démarrage ou le grab. Est-ce que vous avez des questions حتى دركا؟ reliable ما دير سي اش كون رولابل رولابل دير ريستور كون امين دير ريستور كون سي اش كون انت تعطيها لابل اللي راك حاب تمدها بصح هذه اللي راني راح نديروها سي اوتوماتيك ما لازم هي تريكوبيري لو كونتكست نيسيسير Pas de questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, une partie où la tani toujours, ça concerne le démarrage de d'une machine, d'accord? Les huwa la notion de montage. C'est-à-dire que si le système est démarré, il monte automatiquement des partitions. OK. Donc les partitions les montent ça va donc les partitions les montent des fois ça pose de problèmes. Des fois ça pose de problèmes au moment de démarrage, راح نشوفوا déjà le montage FS tab شفنا وقتاش يقراها FS tab يقراها في la partie initial اللي هي سيستم دي اكزيكيوت انيت ار دي بوان تارجت تما هنايا غادي يصرا فيريفيكاسيون تاع اف اس تاب وكان يصرا فيها بروبليم ماشي يزيد يكمل وكان يكون عندك بروبليم في الاف اس تاب العمره ولا زاد افونس اوكي سي بور سات ريزون واحد يقول لك كي تمانيبيلي اف اس تاب وراك داخل بسيسيون تاكد بالماونت موا ا قبل لا ترو ديماري لا ماشين بيسك لا ماشين الريسك ما ديماريش اوكي راح نديرو ان اكزومبل مي قبل نروحو لي زيكزومبل راح نشوفو لي كونسيبت رولاتيف لي كونسيبت رولاتيف ا او بوت الوغ ديجا شفنا بلي ونقدروا نمونتيو ولا روليو un support de stockage avec un répertoire pour une utilisation du système, et des semaines de montage, où c'est utilisé dans la commande mount. Le montage, c'est un montage manuel. Je vais dire un montage, permanent, en cas de démarrage du système, la machine TAC monte aussi avec le système de fichiers. لازم ندخلوا هذيك لا لين في سلاش او تي سي اف اس تاب لازم ندخلوا هذاك الديفايس في اف اس تاب الوغ الاف اس تاب لا لين فيها سته تاع لي شون سته تاع لي زارغين سته تاع لي كولون اوكي الخانات الوغ عندكم لو ديسك اوكي لو بوين دو مونتاج راني حاب المونتي سيستم دو فيشي اللي راهو مفورماتي به هاد الديسك لي زوبسيون داكوغ لي زوبسيون
سي با لو بيت هنايا باش ما نهضروا على عليهم. لو برومي سي لو باك اب. لو برومي شيفر سي لو باك اب سي لو دامب. الوغ لو دامب دو سيستيم دو فيشي هذا ايلي فالابل كو بوغ لي سيستيم دو فيشي اكس تي 4 اكس تي 3 ولا قبل. ما ينفعش مع اكس اف اس. اوكي مع اكس اف اس هذا يكون زيرو بيسك لو داب بيسك لو دامب لو دامب هذا اللي هنا لا بارتي باك اب اللي هنايا ليكزيكوت اون كوموند اللي هي دامب ولا كوموند دامب في الاكس اف اس ما يسموهاش دامب يسموها حاجه واحده اخرى داكور اكس اف اس دامب دوكو كي يكون عندك هنايا اكس اف اس هذه اوبليغاتوارمون تحطها زيرو اوبليغاتوارمون تحطها زيرو واش معناتها قلنا هذه رولاتيف ان باك اب تاع سيستم دو فيشي اون اوتيليزون لوتيليتير دام الوغ كو لو دوزيام سي لو اف اس ايكار تدير التشيك نتاع السيستم اسكو لا بارتيسيون راهي نورمال حبست نورمال ما حبستش نورمال هل دو تشيك يندار او مومون دو ديماغاج تما يندار في هذيك لا فاز اللي شفناها قبيلات لهنا هنا يديسيدي اسكو يل فا تشيكي سيستم دو فيشي ولا لا لا لما دير لا عنده زيرو معناتها ما يشوفش فيه كاع ما يديرلوش تشيك عنده ال ا يفوت هو البرومي عنده لو دو يفوت هو الدوزيام وجينيرالمون لو ان نعطيوها لا راسين لو ان نعطيوها لا نعطيوها لا راسين طب باغ اكزومبل عندنا لهنايا هذه عطيناها سلاش بوت بيسك في لو كان تاعنا هنايا لا راسين راهي بالاكس اف اس وبالاكس اف اس حتى هذا التشيك هنا يولي انيتي باسكو عنده ان ميكانيزم سبيسيال نتاعو ديكو هذه تولي زيرو كان تروحوا تشوفوا في لي ديرني فيرسيون تصيبوا باللي لا راسين فيها زيرو مي كي يكون عندك سيستم دو فيشي اكس 4 ولا اكس 4 ولا 3 لازم يكون نيميرو هنايا سينو ما تشيكيش الوغ هذيك زيرو يوتيليتير كان يكون هنايا لو اكس 4 الوغ راح نديرو ان اكزومبل سور لوتيليزاسيون اوكي ناو دونت كونيكت اول ماشين اوكي راح نشوفوا لي ديسك اللي عندنا اللي ماش اوتيليزي هو لو ديسك اس دي داكوغ راح ندخلوا الاف دي باف ديسك ولا بالجي ديسك بس كنا تفهمنا جي ديسك سي جي بي تي الاخر سي هذا ما راه فيه اوكون بارتابل دو بارتيسيون ما كان دير بي ما كان والو راح ندير نيو الاولى نعطيها 200 البرومي سيكتور لا طاي 200 ميجا اوكي تيب لينكس ما يهمنيش نزيد وحده اخرى نعطيها 300 بلوتو دي بي تاع السيكتور وين نعطيها 300 ميجا وجو سوفغارد ونخرج اوكي واش نديرو قلنا نديرو كات بروك بارتيسيون باش نتاكدو باللي جابهم لي ها هو هنا باش نقدر نفورماتيهم ام كا اف اس بوان اكس اف اس سلاش ديف اس دي 1 والزوجة نديروها اكس تي 4 الوغ هادو دي دو بارتيسيون اللي كريناهم دركا ندير ال اس بي ال كا دركا نشوف بلي عندي دو بارتيسيون مي ماهمش اوتيليزي ماهمش مونتي اوكي اون فوا دركا راح نكريو دي زونتري ام كا
Mkdir disk 1 ونكريو disk 2 تما الاول مونتيو فيه لا بارتيسيون الاولى والزوج مونتيو فيه لا بارتيسيون الوغ نروحو ل xfs star اوكي تفاهمنا باللي نوتيليزيو ال UED ولا نوتيليزيو ديريكتومون لو ديفايس دبر راسكم راكم عارفين علاش هنايا دروك يكراك راك عندي دو زونتري وحده نديرو فيها SDA 2 وحده نديرو فيها SDA هذه مونتيناها في الديسك 1 وهذه مونتيناها في الديسك 2 هي نورمالمون نجي نبدل هنايا في السيستم دو فيشي باسكو الزاوج ماشي اكس اف اس سي اكس تي كات سيبوزون بلي غلط نسيتها ما بدلتهاش ندير ماونت موا ا شنو يقول لك wrong file system t بصح هادي وكان ما ديرهاش ترو ديماري لا ماشين وين شي صرا لا ماشين ما ديماريش داكوغ لا ماشين ما ديماريش تما انا واش لازم ندير ندخل اف اس تاب شوف كندير ال اس بي ال كا راح نصيبو بلي هذا تمونتا وهذا ما تمونتاش نعاودو ندخلو من جديد الاف اس تاب باش نكوريجيو ليرار اللي درناها اكس تي 4 ونخرج نعاود ندير ماونت موا نفيغيفي ب ال اس بي ال كا وها هو الديسك نتاعي الدوزيام طلع الوغ هنا نعاودو نديرو ان ريكاب كي نحبو نزيدو اون اونتري في الاف اس تابل وش هما لي زيتاب لازم تبريباري لا بارتيسيون للديسك نتاعك لازم يكون فيها ان فايل سيستم تكري له البوان دو مونتاج نتاعو داكو تكري له البوان دو مونتاج نتاعو من بعد تكري له اون اونتري في الاف اس تاب لونتري لا كولون الاولى دير فيها لو نون تاع الديفايس ولا الاي دي تاعو الدوزيام تحط فيها وين راك حاب تمونتي البوان دو مونتاج ريبيرتوار اللي وجدتو له ثالثه تعطيه واش من سيستم دو فيشي اللي حطيتو فيه ما تغلطش من بعد لي زوبسيون اللي راك عندك دي زوبسيون سبيسيال سي نوتر دا دي ديفولت اذا كان اكس تي 4 ولا اكس تي 3 تقدر دير له الدام ديرها 1 هذيك تكون عندها فالور يا 1 يا 0 يا ندير عليها باك اب ولا ما نديرش فلو كان تاع اكس اف اس قلنا يوتيليتي الحاجه كاع وحده اخرى تما اوبليغاتوار مو يكون 0 والتالي هو تشيك تاع الفايل سيستم اللي هو لو FSCK اللي تابليكا في الديماراج ومو ديماراج لا ماشين اللي كان زيرو ما تشيكيش ومن غير الزيرو سي لوردر دو تشيك سي بون الوغ هادي شفنا دروك واحد كاش يبريباري لو سيستيم دو فيشي تاعه كاش يمونتي دو فاسون بيرمانونت راح نشوفو دروك سي بون تفاهمنا على هاد لي ليك راح نشوفو لي بروبليم رولاتيف لافستا بيسك علاش FS table داخل في البروسيس دو ديماراج تما قادر يبوزي لي ان بروبليم وش هما لي بروبليم وش يصرا اون كا دو بروبليم راح نشوفو هاد لي بروبليم مع بعض هما ما كاش دي بروبليم كبار لو نومبر دو بروبليم اللي كاين ليميتيك وباين ما غيرهش وكل واحد باين الحل نتاعه الوغ كي نجيو لهنايا par exemple عندك السيستم دو فيشي كورومبي داكور معناتها ما قدرش يقرا السيستم كي ديمارا الوغ هنا واش يدير له السيستم راح يسي باش يريباري بالاف اس سي كا ولا بانوتر يوتيليتي اللي كان بريسيس الوغ اذا قدر يديرها بها ونعمت وديماري السيستم تاعك نورمال اذا كان دي بروبليم لي يستحقوا اون انتراكسيون مع لو سوبر يوتيليزاتور ولا الادمنستراتور هنايا السيستم يبعثك اون مود ايمرجنسي داكور يبعثك اون مود ايمرجنسي تدخل المود باس تاع الروت دير لي موديفيكاسيون تاعك نيسيسير
ومن بعد تديماري لا ماشين تاعك. اوكي لا ماشين ديماري عادي. هذا تما هذا وين راهو خاص؟ خاص بالديرني لو ديرني لا ديرنيير كولوم باغ اكزومبل. تدير زيرو وهو اكس تي 4 والسيستم كي جاي ديماري نورمالمون يتشيكي، ما تشيكاش كي جاي يقراه صرا بروبليم، تما يخرجك ديريكتومون لو مود ايمرجنسي. بصح وكان كنت داير الان واش راح يدير؟ راح يسي باش يتشيكي اذا قدر يكوريجي لي بروبليم. صح سي نيسيسيت لانتيراكسيون ولا لانترفونسيون تاع الادمنستراتور يخرجك اون مود سيستم ما ديمارش. تما عندك دو بوسيبيليتي، دير لا تونتاتيف باش يكوريجي وحده لما قدرش سيستم عمره لا ديمارا، بصح كوميم يدخلك اون مود ايمرجنسي. سيبوزون كو الكولون الاولى هي اللي فيها غلطه، باغ اكزومبل ديفايس غلط في الكتابه تاعه ولا الاي دي كي كوبيتها بغلطه، هنا السيستم واش راح يدير؟ يقول لك بالك هذاك السيستم دو فيشيز بريتو هذاك لو ديفايس ريزو ولا ديفايس اللي لازم يتبلوغا وطول ما تبلوغاش. تما واش راح يدير؟ يستنى كلكو طون ومن بعد واش يدير؟ لا شاف لو ديفايس ما جاش واش يدير؟ يدروبيك ويخرجك المود ايمرجنسي. ابري بيان سور لو تايم اوت هذاك اللي راهم يدير في السيستم. هذا ليرور الزوجه. دروك عندنا ايرور وحده اخرى، بار اكزومبل عندك اماونت ريبرتوار راح تمونتي فيه داكوغ والسيستم ما صابوش. هي افون كانت ايفا ايسيي دو كريي هذاك لو ريبرتوار، مي دون تو لي كا ما يقدرش يكريي سوف لي كان تاعكم مونتي في سلاش تي ام بي دي انورمال وين يقدر كاع الناس يكتبوا ولا فانون درو وين الناس كامل يقدروا يكتبوا. الوغ هنايا اوتوماتيكمون ايمرجنسي مود. ولا غلطت في اون اوبسيون، درت اوبسيون في المونتاج داكوغ، درت اوبسيون في المونتاج وصرا لك ان بروبليم هنايا تاني يخرجك او مود. بيان سور قادر واحد يقول لي هنايا وكان يغلط في السيستم دو فيشي، هذيك ديكا هذيك هذه ماهيش غلطه، هذه هذه نسيت وباش فورماطيت هذه كارثه. الوغ هنايا تخرج مود ايمرجنسي ديريكتومون، ما نقدروش ميم با نديروها لهنايا. رايحين نديرو دي زيكزومبل، رايحين نديرو ان سيناريو. لو سيناريو الاول رايحين نروحو سلاش تي سي اف اس ستار ونغلطو هنايا. حنايا نديرو هذا ار طروة، ما تنساوش بلي الاسبيالكا حنا الطروة قا معناش وروبوتينا لا ماشين داكوغ لا ماشين روبوتات. راح نشوفو واش يصرا او مومون دو ديماغاج دو لا ماشين. بيان سور راهو يستناني باش ندو لا اونتري. الوغ هنايا يفا كومونسي لو ديماغاج. C'est la partie initialisation. OK. Started. Shahidi target local file system. Device initialization. Push dev. Start job is raining for dev SDA 3.device. Wata hand time out nta 1 minute 30. Summa rah yistanna. يستنى هاد 1 مينيت 30 قبل لا يخرجك اون مود ايمرجنسي. ايمرجنسي مود هو سي اس او لوجين. اس او لوجين تدي يدخلك اون مود لوجين ليميتي اون طونكو سوبر ادمنستراتور داكور. ماشي كاع لي سيرفيس يطلعوا، لو مينيموم غير باش دير لي موديفيكاسيون نيسيسير. من بعد تقدر كي دير اكزيت عادي يكمل لو ديماغاج نتاعو في لو مود نورمال. سي بون علي، هذا هو لو مود
ايمرجنسي. يقدروا تاني كاين كيف كيف لو مود سوكور ريسكيو مود، امتي ديفيرونس بيناتهم ما اسو نيفو ما تبالكمش داكوغ، ماهيش حاجه كبيره. للزوج يدوكم لانفيت ويدومونديو المود باس تاع الروت. الوغ ديباندانسي فايدد لوكايت، وهاو نخرجك خرجك لهنا. واش يقول لك؟ سوا دير روبوت، سوا دخل له مود باس نتاع الروت. اوكي، هاي دخلت اون طونك روت. كي ندير على سبي هكا راح نصيبو باللي هذاك اس دي ار دو ماهوش طالع. انا شفت وهو قال لي باللي عندي حاجه يسموها اس دي ار ثروه. وش را وين راهي؟ راهي في الاف اس طاب. اركو انا هذاك ما عندي، تسمى الغلطه راهي لهنايا سلاش او تي سي اف اس طاب. نبدل هذا رجعه دو، نصوف غاردي ونخرج وندير اكزيت. سيستم يطلع نورمال، سيستم يطلع نورمال. اوكي، راح نبروفوكيو ايرور وحده اخرى. سيبوزون كو ايماونت ولا سلاش اف اس تاب، وهنا اوليو ديسك غلط باش ندير سلاش ديسك دو سلاش دوت سلاش تي ام بي ديسك، والروبوتي لا ماشين. هاكا روبوتينا لا ماشين، واش رايح دير؟ رايح تبدي نورمال. رانا فاهمين دروك راها اكل نيفو، راهي في الانيت ارد انيت انيشاليزاسيون. بوتا نورمال، راح ندخلو ديمو هذا سبي هكا. شتا وين دارة؟ دارة في تي ام بي. علاش؟ بيسك تي ام بي يقدر يكتب فيه اف اس طاب. وكنو بروفوكي وحاجة باش ما تقولوش بلي درنا ام تروك. ارو نديرو هنايا ار تروا والروبوتي ولا ماشين من جديد. دركا لو ميم سيناريو مع البوان دو مونتاج مع الناس. الاولى كان يسمو سلاش تي ام بي ديسك 3، دركا راهو يسمو سلاش ديسك 3. دونك دركا لا ديفيرونس سي كو اون ا شونجي جوست l'endroit de l'endroit de lancement de notre système. Alors même on a créé. Alors il a le privilège de créer. Alors il a créé le répertoire. En tous les cas, dans le cas où le système ne peut pas créer le répertoire, il est en mode emergency. Un comportement bizarre, parce que normalement, il est en mode emergency. Il y a une option de déclarer un khaliato. Alors, deuxième scénario. C'est que là, nous avons une option qui est now exec. Ça me dit now exec, un site W. OK. Reboot. Scénario de cas où nous avons la partie option. C'est que
ما يقدرش يتروف با هذيك لوبسيون واش راح يدير اذا ما صابش لوبسيون الوغ فايلت هاي وين فايلت تستروا فور ديتاي وتخرجني اون مود ايمرجنسي صح واحد هنا كي دياغنوستيكي ديجا لازم يعرف باللي راهم يحكيوا له على عند بروج فايلت تو ماونت ان ريكونايزد ماونت اوبشن نو ايج اور ميسينغ فاليو ثم هنا يدخل بالروت جو دو كوريجي اكزومبل سلاش او تي سي اف ستوب اكزاك درت ايرور وحده اخرى هاي شو عاود غير تماك وصرا لو بروبليم لو بروبليم نا با ايتي كوريجي ها هو عاود خرج لك قال لك اوبسيون نو اكزاكت ما كايناش نعاود نروح تما غير باش بروفوكينا اسكو كان نغلط وندير اكزاكت ويكمل ليكزيكيسيون يعاود لوبيراسيون اللي ما قدرش يديرها دونك فيم سلاش او تي سي اف ستار وهنايا هذا فونتاج تاع فيم ديجا فيم يجيبها لك اون بلو اون فيغ بلي سيت اون اوبسيون نيشان كي ندير اكزيت ميتنون ندخل في التارجت بار ديفو اوتوماتيكو الوغ هادو سي لي سيناريو لي واحد يلقاهم في البوت دو لا ماشين الوغ كاينه غير حاجه في الماونت يفو فار اتونسيون الماونت اللي هنايا هادي جو بو بوزي ان كاستيون ال اس بي ال كار الوغ اس دي ا دو راهو ديجا مونتي صاي اسكو نقدر نعاود المونتي هكذا slash dev sda 2 slash disk 2 اسكو هادي سا مارش هذا ان بتي بونيس لليوم بركا اسكو اون بو مونتي ان ديسك دو دون دو زوندروا ديفيرون ويقدروا يكتبوا انصامبل كيفاش امين الوغ هنايا لو مونتاج يطلع نورمال وتشوف باللي اي تي اكرازي لو مونتاج الاول لو بروبليم راهو الى اكرازي لو مونتاج الاول تما دروك بور نو كان ندخل كان دير توش سلاش ديسك 3 فايل وندير ال سلاش ديسك 2 فايل الوغ انا بور موا راهو مونتي غير ال اس بي ال 4 بانوا لي غير مونتي غير هاي كراب ديسك وهنايا تشوف هنا فريمون تشوف بلي راهم مونتي دو فوا فو فير اتونسيون هنا تشوف بلي راهم مونتي دو فوا هاد لي هادي نديروها بالبايند داكور نقدر نديرها بالبايند ماونت بايند ون راتاشي ان بوين دو مونتاج لا نوتر بوين دو مونتاج ما نروحش نتوشي في الديسك نقول له بلي غير بوين دو مونتاج الاول دوبليكيه لي في هذا الدوزيام ديسك بليطو في الدوزيام ريبرتوار الوغ غادي تقدروا تحوسوا عليها سي ان لوتر اسبيكت في المونت اللي هو كومو مونتي ان ديسك بليزيور فوا و كومو بروتيجي لاكسي ليه لي كريتير اسكو يقدروا يكتبوا مع بعض ماشي مع بعض هادي اسكو نقدر نمونتي ان ديسك و جانتردي لي جون باش يمونتيوها اون دوزيام فوا هادي ثاني دي زوبسيون اللي تقدروا تشوفوهم
toujours avec l'option mount. Et là, si je vous fais un man sur le mount, find. Et là, on a l'option all dir, new dir. Je m'en ai qui va là, le montage maintenant ou il rejette là-bas. C'est comme si vous faites un move dans le bind. OK? Alors là, c'est juste pour vous donner une petite un petit hint à le mount. Est-ce que vous avez des questions par rapport au problème de démarrage relatif à FSTA? Une remarque d'autre, les habs mais décompressés, ils n'ont pas fait ce hab bien le contenu, quand ils n'ont pas lu, ou tu mets le fichier, ils n'ont pas fait ce que tu as lu. OK. Il y a des logiques là, je vais le chercher rapidement. Oups. Attends, ça c'est. Must exist. Où est-ce que tu as? Alors, hado, où je fais d'air? Le kernel et les CPU, on dit d'un haut, d'un motion. Les modules Dracut les fait. Comment les fichiers? Le fichier de configuration, le fichier device, les permissions de home. OK. La partie USB, c'est les librairies de l'entalahom. Pratiquement, les librairies nécessaires pour le démarrage de n'importe quel système. OK. Alors, c'est une façon comment lire le contenu de un fichier init RAMAP. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions, comment ajouter un driver, par exemple, dans un init RAMAP, il y a un driver. هذه سي انترام فاس دي بيهدزيدو ديز اوبسيون هنا اوكي سي الاوبسيون كي فو بارمتر دو جينيري دي فيشي دكور هذه سي هاو ان اكزامبل كومو اجوتي ان موديل هاو كومو اجوتي ان درايفر بالاسم تاع الدرايفر لي لونسيتي انت دروس هادو سي دي زيكزامبل دراكوت موا او ولا ا درايفر تزيد بها ديريكتومون لو الموديول تاعك اللي راهو خاص مش عارف انا ديسك جبتو ما عرفوش وجبت الموديول تاعو لو درايفر تاعو افيك دراكوت تيبي لاجوت انت يدرو كي راه سيستم تاع لا قدرت تزيده صح ماذا بك ينزاد في الروديماراج هذيك تزيدها بالدراكوت Autre question. Alors, puisque vous n'avez pas de questions, nous allons nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous allons nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Toujours pour le charge.